السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك، أهلا وسهلا بكم في تعلم العربية من الصفر، Learn Arabic from scratch. درسنا اليوم عن أشهر السنة، Months of the year. أشهر السنة، أشهر السنة الهجرية وأشهر السنة الميلادية. أشهر السنة الهجرية وأشهر السنة الميلادية. لنبدأ بالهجرية. المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، our favorite months، رمضان، شوال، شوال شهر العيد، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، or ذو الحجة. Repeat after me. المحرم، صفر، جيد، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. تعلمتم الآن أشهر السنة الهجرية، والآن مع أشهر السنة الميلادية. Very easy، سهلة جدا. Listen، استمع. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. Like in English, very easy. استمع وكرر. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. جميل، أحسنتم، بارك الله فيكم. تابعونا في الحلقات القادمة. إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.